أهلا بحضراتكم من جديد. وقفتنا الأخيرة في هذا الصباح هي وقفة اقتصادية نطرح فيها للنقاش فكرة إنشاء صندوق أملاك، هو الصندوق السيادي للدولة لإقامة مشروعات بتكلفة 5 مليارات جنيه. وهذا الصندوق اللي بدأت الدولة إجراءات إنشاؤه وبيمكنه من الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع، وتهدف لجذب الاستثمارات وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق في الفترة القادمة، منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة ليكون لها الأولوية للترويج. هذا الصندوق وأهميته وكيف سيؤثر في الاقتصاد المصري هو موضوعنا للنقاش مع دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور. اسمح لي نقترب أكثر من هذه الفكرة من خلال التقرير التالي ونعود نبدأ الحوار. بهدف تشجيع الاستثمار ودفع معدلات العمل في المشروعات القومية بما يصب في دعم الاقتصاد الوطني، بدأت الحكومة إجراءات إنشاء صندوق سيادي لمصر أملاك. وارتباطا بذلك أكد وزير التخطيط أشرف العربي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الصندوق والتي تهدف لجذب الاستثمارات، حيث تم تحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق في الفترة القادمة، منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الأولوية للترويج. وأوضح العربي بأن الصندوق سينشأ وفق قانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأس مال الصندوق من الموازنة العامة، ويضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل في المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته. وتركز استثمارات الصندوق على المشروعات ذات الأصول غير المستغلة والمتعثرة إلى جانب المشروعات الجديدة. ويرى بعض الخبراء أن دعم المشروعات القومية الكبرى من خلال هذا الصندوق يمكن من خلالها زيادة حجم الصادرات، والعمل على زيادة الدعم للمشروعات الزراعية التي بها سلع استراتيجية يتم استيرادها من الخارج، بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة. أهلا بكم من جديد دكتور علاء. نقترب أكثر من هذا الصندوق، صندوق أملاك، المقصود منه وإزاي ممكن يحدث فرقا واختلافا في مناخ الاقتصاد المصري؟ لا، والحقيقة يمكن هذا الصندوق الحقيقة يمكن مش جديدة، الحقيقة مش فكرة جديدة، الحقيقة يمكن فكرة يمكن قديمة. ومن حسن الطالع يمكن أول دولة يمكن انشأت هذا الصندوق كانت دولة الكويت تحديدا في عام 1953 الحقيقة، وأقدر أقول لحضرتك كمان كان من خلال خبرات مصرية في دولة الكويت الشقيقة في هذا التوقيت بالذات. والحقيقة يمكن ده اللي بيدل على أن هناك فعلا خبرات مصرية من الممكن اللي احنا نعتمد عليها في إدارة شؤوننا الاقتصادية. دي نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا أن الحقيقة يمكن دول كتير الحقيقة يمكن صارعت نحو إنشاء هذه الصناديق السيادية، يمكن مجموعة 20 بالكامل كانت آخر دولة هي تركيا الحقيقة كان فيها صناديق سيادية، ويمكن مصر الحقيقة لما شاركت في القمة الأخيرة في الصين في مجموعة 20 الحقيقة يمكن الحقيقة أعتقد أن دي كان مطلب مهم جدا عشان مصر يكون عندها آفاق كبيرة جدا أنها تستحوذ على أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية وتقدر أن هي تساعد في إقامة ودعم المشروعات الاستراتيجية. عشان كده الحقيقة يمكن هذا الصندوق الحقيقة يمكن على اختلاف طبعا المسميات طبعا، وفي طبعا في صناديق كتير جدا، لكن كصندوق سيادي هو مرتبط بالدولة أكتر ومرتبط بأن دعمه يكون من خلال الفوائد مالية التي تحققها الدولة، وبالتالي إدارته هيكون إدارة مباشرة من خلال الدولة. صحيح ممكن تستعين ببعض الخبرات من القطاع الخاص، لكن الدولة هي المنوط بها الإدارة الكاملة من خلال وضع قانون خاص لهذا الصندوق. وبالتالي لما بنتكلم على هذا الصندوق بنتكلم على أنه له أهداف محددة ومهمة جدا الحقيقة لابد اللي احنا نطلع عليها عشان نقدر نشوف هل هذا الصندوق هيمكن مصر من تعزيز قدرتها التنافسية على الأقل في منطقة الشرق الأوسط في الفترة اللي جاية، لا سيما وده أمر مهم جدا بقى لابد اللي احنا نرتبط بيه. احنا عندنا استراتيجية 2030 مضمونها
حاجة مهمة جدا أن مصر تكون من أفضل 30 دولة اقتصاديا على مستوى العالم. فأنت حضرتك لابد أن أنت تبحث عن كل الآليات الكفيلة التي تمكنك سواء بطرق تقليدية أو غير تقليدية، مبتكرة أو غير مبتكرة، أن أنت تتجهي نحو السعي نحو تحقيق هذا الهدف. طيب من خلال المعلن حول هذا المشروع أو هذا الصندوق حتى الآن، الأهداف المعلنة كيف قرأتها أو الإطار التنظيمي لهذا الصندوق؟ والإطار التنظيمي الحقيقة يمكن أقدر أقول لك إن هو يمكن كمرحلة أولى بدأ بخمسة مليار جنيه. إن كان البعض بيرى وشايف إن هو مبلغ ضئيل جدا جدا بالمقارنة بالصناديق السيادية على مستوى العالم، يعني مثلا صندوق السيادي في النرويج بلغ 872 مليار دولار، فده رقم فلكي جدا، وده ممكن اكبر صندوق على مستوى العالم. بعده ابو ظبي 772 الفرق هنا كبير. دولار مليار دولار مليار دولار، احنا بنتكلم في 5 مليار جنيه. طب لكن ليه انا مش باصص للمبلغ على فكره، يعني انا بنتقد الناس اللي بصل ان المبلغ ضئيل جدا، ولا لا دي بدايه، وممكن ان احنا نستكشف ونستشف ان هناك بعض المخاطر والعراقيل، نبدا بعد كده من خلال توجه مجتمعي ان احنا نزيد هذا الصندوق، وقد يصل في فترة ممكن وجيزة جدا أتمنى في غضون سنة إلى سنتين أنه يصل إلى 1000 مليار جنيه. وبالتالي إحنا بنتحسس لسه، لأن إحنا لسه جديد أو جدد في هذا الإطار، إزاي هنقدر إن إحنا نستغل هذا الصندوق السيادي في إدارة ودعم المشروعات التنموية الكبيرة في مصر اللي إحنا داخلين فيها. ده سؤال مهم. الإطار الأمثل المفروض يكون متواجد لاستغلال هذه الإمكانيات. بصي احنا داخلين على مشروعات كبيره جدا في مصر، يمكن كان وما زال اكبر مشروع الحقيقه بالنسبه لي مشروع القرن الـ21، مشروع تنميه محور قناه السويس. المشروع ده مش مشروع واحد، ده مشروع ده عباره عن 40 صناعه كبيره جدا على هذا المشروع، صناعه السيارات، صناعه سفن، صناعه بتروكيماويات. فهذه الحقيقه المشروعات الكبيره جدا جدا الحقيقه يمكن بتضخ او بيعتمد عليها مشروعات كبيره تانية، يعني الصناعه الواحده ممكن يعتمد عليها آلاف من المصانع المتوسطة والصغيرة. اللي عايز أقوله أن هذه المشروعات محتاجة تكاليف تمويلية، فهذا الصندوق السيادي اللي بتمتلكه الدولة من الممكن أن هو يضخ هذه الأموال في شرايين هذه المشروعات، وبالتالي هنضمن حاجتين مهمين جدا. هنضمن أن هذه المشروعات ولائها، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا برضو، أن هناك إلى حد ما استغلال النفوذ السياسي للدولة، بحيث أن ما جيش مستثمرين من بره أو مشروعات من بره تقدر أن هي تتحكم في الشق السياسي من خلال الاقتصاد. وده على فكرة دول كتير جدا بتسير في هذا النهج، وعلى رأسها دولتين مهمين جدا، الصين وروسيا. الصين برضو من أكبر دول العالم في الصناديق السيادية، بالحقيقة بتضخ عشان تبقى فيه عندها نفوذ سياسي تقدر ان هي تأثر اقتصاديا، لان الاثنين مع بعض مرتبطين، وبالتالي ده هيؤدي الى انخفاض تكلفة التمويل في هذه المشروعات. هينعكس بايه؟ هينعكس ان المنتج بتاعك سواء كان سلعة او خدمة تضمني ان هي تلاقي سوق تنافسي في الخارج من خلال السعر المنخفض بمقارنة بمثالتها من دول العالم، وبالتالي هنا هتتجهي الى ان انت تصدري ب يعني بكميات تقدر ان هي فعلا تعالج الخلل في كل المشاكل الموجودة عندنا في الموازين، سواء كان في ميزان المدفوعات او في الموازنة العامة للدولة وما خلافه. وبالتالي انا شايف ان هذا الصندوق السيادي على الرغم من ضآلة المبلغ المقدر له 5 مليار جنيه، الا انه يكون فعلا خطوة مهمة جدا على الطريق، ممكن نفتح بها آفاق الأمل، بس بشرط، ودي شروط مهمة جدا. يعني احنا كل حاجة بنبدأ بتحمس قوي يا استاذة دينا، وبعد كده للأسف الهمة بتقل. الهمة بتقل، وممكن انا مؤمن دائما وابدا رب همة احيت أمة، الهمم دائما بتحيي الأمم. صحيح. وبالتالي الهمم لابد مش ان انا في وقتها، لا، لابد ان انا فعلا احط البذرة وابدأ فعلا اراعيها بحيث انها تكبر عشان اقدر استثمر واخد الثمرة بتاعتها. وبالتالي احنا محتاجين ان هذا الصندوق فعلا برغم ان هو فكرة غير حديثة، لكن فكرة اعتقد ان هي من الممكن ان هي تأتي بثمار جيدة جدا ومقبولة على الاقتصاد المصري اذا احسن ادارة هذا الصندوق من خلال، لابد ان يكون في ادارة مهمة جدا، وطبعا الحكومة اللي هتدير من خلال المجموعة الاقتصادية، لكن انا اتمنى ان يكون هناك اختيار حقيقي لهذه الشخصيات، لا سيما يمكن احنا ممكن من الممكن وده احتمال ان ممكن يكون وزير في المجموعة الاقتصادية مش على المستوى،
ما ينفعش ان هو بقى في الصندوق كده، يبقى احنا بنعرض الصندوق للمخاطر، خاصه ان هذا الصندوق كمان ان هو وجوده عشان يقدر ان هو يحدد المخاطر. خلي بال حضرتك، مخاطر يعني الدوله دلوقتي من الممكن ان هي بتتجه نحو الاستثمار في السندات، والاستثمار في السندات ده معروف ان هو بيتميز بحاجتين، في عائد ثابت والمخاطر بتاعته تكاد تكون منعدمه تمام، لان طبعا السندات حكوميه، لكن انت دلوقتي داخله في صناديق سياديه، معنى كده انت بتستثمري في مشروعات ذات مخاطر عاليه جدا، وحضرتك العائد بتاعها ما هو ثابت، من الممكن ان هو يبقى فيه ربح او فيه خساره، وبالتالي هنا ما عندناش خيار ان احنا ناتي باحد الاشخاص مش على القدر المطلوب من الكفاءه بالظبط. طب لانه تم تحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق، يعني قطاعات حيويه، الصناعه والزراعه والنقل والتعدين والسياحه والتجاره، وتكون لها الاولويه للترويج. انا اعتقد ان اول قطاع لابد ان احنا نتجه اليه فورا فورا، طبعا كل القطاعات مهمه جدا خلي بالك، بس احنا بالنسبه لنا بظروفنا احنا كدوله مصريه السياحه، لان السياحه تؤدي الى، انا بعتبرها زي بالظبط كده الحقنه اللي بتخلي الجسم كله ينهض بسرعه، لان احنا محتاجين الجسم كله، جسم الاقتصاد المصري ينهض بسرعه عشان يقدر يقف على رجليه، ويقدر واحده واحده يقدر يتعافى بقى ويمشي، ويقدر ان هو فعلا يعيد تاني قوته وبريقه له. فاعتقد وبعدين لا سيما كمان احنا عندنا مشروعات سياحيه الحقيقه للاسف يمكن الفتره اللي فاتت اكتر من 5 سنين تحديدا الحقيقه متوقفه او شبه متوقفه، وبالتالي احنا عندنا بنيه اساسيه حقيقيه نقدر ان احنا من خلال هذه الاستثمارات نقدر نضخها في شرايين قطاع السياحه، ويقدر بسرعه ينهض، وده هينعكس على قطاع الزراعه وقطاع الصناعه وقطاع التجاره والتعدين والكلام ده، وحتى قطاع التعدين وقطاع البترول والقطاعات دياتي اعتقد ان هي لها ميزانيتها ولها رجال اعمالها، وهي مش محتاجه زي قطاع السياحه او قطاع الزراعه والصناعه ان يكون هناك اهتمام. اعتقد ان الثلاث قطاعات دول بالترتيب السياحه والزراعه والصناعه هي الاولى في هذا التوقيت بالذات، عشان نقدر فعلا ان احنا نقول ان فعلا في بوادر حقيقيه لهذا التوجه. اعتقد ان ده بقى هيبدا يزيد بقى من راس مال هذا الصندوق الى ان يصل، انا متوقع ان شاء الله لو احنا بس يكون بشرط اداره جيده، والاداره ديت مرتبطه بشفافيه، يعني عشان يبقى في هناك معيار للشفافيه ويكون رقابه حقيقيه سواء من الجهاز المركزي، خاصه ان في شركات، يعني في شركات جديده هتقوم بهذا المشروع، وبالتالي هنكون هنا في شركات، هل الشركات هتكون ذات طابع خاص ولا مش ذات طابع خاص، والطابع الخاص ذات بعيده كل البعد الى حد ما عن الرقابه والمساءله، وبالتالي هنا هندخل في مشاكل فرعيه قد تقتل هذه الفكره. بالظبط محتاجين اطر تنظيميه تكون شفافه، تكون بكل شفافيه، واختيار الكفاءات هو الاساس الحقيقي لنجاح اي عمل، حتى لو كان يعني اقول امله ضعيف جدا، لكن احنا محتاجين فعلا اللي احنا نبدا لاول مره بقى نبدا بحيث ان احنا نستغل قدراتنا وامكانياتنا ومواردنا البشريه كمان، انا مش هقول مواردنا الماليه، مواردنا البشريه عظيمه جدا، ونقدر ان احنا نحقق فعلا طموحاتنا من خلال هذه المشروعات الكبيره. طيب الخوف التقليدي دايما من اي مشروع او اي فكره جديده البيروقراطيه والروتين والفساد الاداري، ازاي نقدر نتجاوز عن هذه السلبيات واحنا بنمر نحو هذا او هذه الفكره الجديده وهذا المشروع الجديد؟ هو طبعا السؤال عن قتل بحثا وكلنا بنتكلم فيه، بس انا من وجهه نظري من خلال يمكن يعني انا عملت دراسات كتيره في هذا الموضوع، هم حاجتين بس مهمين جدا لو احنا عملناهم اعتقد ان احنا هنحتوي، مش هنقضي على الفساد، هنحتوي الفساد وخاصه الفساد الاداري يا استاذه دينا. اول حاجه اختيار الكفاءات بعنايه وفقا لمعايير موضوعيه بعيدة عن الواسطة والمحسوبية وتعيين الأقارب، يعني لأن مصر الأولى في العالم في الثلاث حاجات دول، واسطة ومحسوبية وتعيين الأقارب، دي اللي بتؤسس دي جذور الفساد في الدولة. فتعيين أو اختيارات الكفاءات الحقيقية هو ده المعيار المهم جدا. الحاجة الثانية وده مرتبطة بها تفعيل القانون بكل قوة وبكل حزم،
وما فيش تفرقة بين هذا وهذا مع وده المهم جدا العدالة الناجزة، بعيدا عن ان احنا يكون هناك اطالة في القضايا تستغرق اكتر من 5 سنوات او 7 سنوات. احنا مرتبطين بالقانون الفرنسي او بنطبق القانون الفرنسي. القانون الفرنسي معدل الانجاز فيه سنة واحدة بس 12 شهر، وبالتالي انا الاوان ان احنا طالما هنبدأ بقى نتجه نحو ان احنا نحقق فعلا هذا التوجه ان احنا نحتوي الفساد، وده الفساد الحقيقة هو انا بعتبره هو السرطان الحقيقي في اي اقتصاد على مستوى العالم، بالحاجتين دول اختاري الكفاءات وحضرتك القضاء والعدالة الناجزة، يكون هناك عدالة ناجزة وتفعيل القانون. لو انت حضرتك ضمنت الحاجتين دولي انا بقول لحضرتك في غضون 6 شهور بالظبط هتبقي من اوائل الدول في العالم في تحقيق مدركات ومعايير حقيقية لمواجهة الفساد، وحضرتك هتشوف الاستثمارات اللي ممكن تنهال عليك من كل حتة من دول العالم. شكرا جزيلا دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام على وجودك معنا في هذا الحوار والحديث عن صندوق أملاك السيادي لإقامة مشروعات الدولة. شكرا جزيلا. العفو يا فندم. ومشاهدينا وصلنا هكذا إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح. في الغد يتكرر اللقاء، حلقة جديدة تمتد معكم من تمام 7 صباحا بتوقيت القاهرة وحتى تمام 10. إلى اللقاء.